تعيش ولاية ميلا على غرار باقي ولاية الوطن، ارتفاع جنوني للأسعار في مختلف المواد الأساسية وخاصة الخضار والفواكه واللحوم البيضاء، التي دفعت بتجار هذه الأخيرة إلى غلق محلاتهم بسبب عزوف المواطنين على اقتنائها وارتفاع سعرها الذي أثر على الجميع. التغطية لعياد الساسي. ميلا راهي مستبدبة، يعني اللي حاجة اللي خرجت من السيزون ويسير تغلى شوية، وشو الحاجة اللي ملاحظين غالية بزاف هي البطاطا. البطاطا راهي دير 8000، والأسعار كما الطماطم في المتناول معقولة. ولا حاجة الملاحظة اللي اليوم في السوق تاع ميلا، صحاب الدجاج ما خدموش ما باعوش، وهذه حاجة مليحة كاش ما يتكسروا الأسعار تاع الدجاج، ونطلب المواطنين يكسروا الأسعار كي تعود غالية يقاطعوها. هي اللي عاد خلينا زيد نكمل الأسعار تاع الخضرة والفواكه، زيد ندير المقاطعة عليها. والزوالي وما قدرش يعيش زوالي، اللي لاباس بعد ما ياكلش. الحبوب بعد يروحوا للحبوب، والحبوب غالية عليهم ب 30 وب 35 وب 25. البطة ب 6000 ما يقدرش ياكلها على الزوالي. الحلو الحرب 15 ما يقدرش ياكل الزوالي، الطماطم 7000 ما يقدرش ياكلها الزوالي. السمنة اللي كان ديما فيها المعقول عاد ب 10000، كان نبيعوا فيها ب 5000 عاد ب 10000. وماشي من عندنا، من عند الفلاح. درنا مقاطعة للدجاج هذا، علاه؟ راه وصل الأسعار خيالية. كيما نقولوا هاي الكويسي انت احنا نبيعوا منها بديطاي، نهضروا على الكويسي السويد، الكويسي يدير 48 ب 50000. كان الزوالي يهرب للدجاج باغ اكزومبل، نقولوها واحد ما عندوش يروح يشري زوج كويسات ب 20 ولا 30000، عاد برك يشري ب 60 ب 70000. ما كاينش منها، وهذه ترجع الاولويات. ماشي نقولوا احنا من عندنا هنايا راه تبدا هنايا، غاشي يقول لك احنا مع الشعب، ماشي احنا كونتر الشعب، احنا قفلنا في صالح الشعب. ما نخدمش نورمال، ما نخدمش بالتريدو، ما نخدمش مي بات تروح انت تشري دجاج 50 مليون ولا 60 مليون جدي طايين هنايا، اللي يجي يقول لك اه غالي انتوما وربحتوا انتوما ودرتوا انتوما، خلاص سيدي هبطوا لكم الريدوات وشوفوا ترى اسكو حنا ربحنا والله اللي ورانا اللي قبلنا هما اللي ربحوا. خاطر كي تجي تشوفي ليها الفلوس ملي كان يدير 2000 فرنك 3000 عاد يبيعوا فيه ب 20000، الماكله كانت دير 400000 عاد يبيعوا فيها ب 800 طالع. ايه وين رايحه الدنيا هذه؟ نطلبوا من المسؤولين يشوفوا مع الامور بجديه، ماشي ب كيما نقولوا فهمت انا ما نبغيش كيف نوصل الميساج، مي بصح لازم يشوفوا معاهم بجديه باسكو الامور هي رايحه قاعده تتفاقم.